نرجع ليش بينك وبين القضاء الشرعي؟ بيني وبينهم وايد. اللي سووه في المرأة البحرينية مو شيء قليل. سنين المرأة تدخل هذه المحاكم وتنظلم فيها وتنقهر. الحين احنا وصلنا الى مرحلة خلاص، وصلنا الى مرحلة طيب الانهيار. احنا عندنا مشكلة تحديد النسل، احنا ما عندنا تحديد نسل في البحرين. والشيعة يتزوجون متعة في البحرين. ويجي ويعني وينجبون اطفال بلا عدد وبلا حساب والشارع يربي. زين؟ شيء طبيعي اذا الاب يتزوج فلبينية ويتزوج بحرينية ويتزوج واحدة ثالثة من ايران وياخذ له متعة اثنتين ثلاث من هني. كم طفل بيجيب؟ إذا في 12/9 صرحتي تصريحا بأنك تدعين أو تطالبين وتنصحين الخليجيات والبحرينيات بالذات المضطهدات باللجوء الاجتماعي إلى فرنسا. يعني تبغين معارضة من الخارج؟ عفوا إلى إسبانيا. لأن الوزير تبي معارضة من الخارج. مو القصد إنه معارضة من الخارج، القصد إن هم يحتمون أو يعيشون في بلد آمن. لأن يعني إذا المرأة ما حصلت على الأمان في بلدها، ما حصلت على الأمان في محاكمها، ما حصلت على الأمان في بيت الزوجية، طيب وين تروح؟ وين تروح؟ في ناس يقولون أن غادة جمشير سنية وبالتالي هي ترفع اللواء ضد زواج مقرر شرعا عند الشيعة. مقرر شرعا؟ عند الشيعة مقرر شرعا. الشريعة الإسلامية أقرت المتعة اللي بهذه التصنيفة اللي أنا بقولها لك، التمتع بالمفاخذة، عندهم التمتع بالملامسة، زين، التمتع بالمكاعبة، التمتع بالصغيرة. تعرف شنو معناتها؟ معناتها يتمتعون بالطفل اللي عمرها سنتين، طيب، ثلاث سنين، أربع سنين. طيب عشان ما ندخل بس في التفصيلات. التمتع بالمفاخذة خلاص اشرح لك شنو هم. هذه ضد حقوق الطفل، هذه يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة. يعني التمتع بالمفاخذة شنو هذي؟ التمتع بالرضيعة معناته ذي. زين؟ الرضيعة يعني كم عمرها؟ طيب سنة، طيب سنة ونص، أشهر. يعني هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة؟ طيب رضيعة؟ طيب بس بس وتقولون لي الشريعة الإسلامية أحلت هذه الأمور؟ خل المتعة. المسيار شنو معنات المسيار؟ تقول أنا شيء، أنا سنية وأهاجم الشيعة؟ لا، لا، أنا أقول لك في ناس يقولون زي كذا. لا لا لا، أنا بقول لك المسيار شنهاو. المسيار شنهاو يعني يتزوج واحدة في بلد ثانية ويروح يسير عليها في الشهر مرة، يزورها، اسمها متزوجة. هذه النوع من الزيجات ممكن مش بالضرورة بالشهر، ممكن كل يوم. لا تركي، هذه النوع من الزيجات، هذه النوع من الممارسات تحط من كرامة المرأة كإنسان. طيب المرأة طول عمرها محبوسة في البيت، ما تخرج إلى العمل السنين اللي فاتت، ما تخرج للدراسة برا، ما تسافر برا تدرس السنين اللي فاتت. فئة بسيطة منهم، فئة بسيطة اللي تسافر وتدرس في الجامعات برا البحرين أو في يعني إنزين، موجودة في البيت للطبخ وللكنس ولتربية الأطفال. من وين تيجي الثقافة؟ من وين تيجي الثقافة؟ وفي بعض النساء يعني أهاليهم متشددين يتزوجونهم حتى زواج إجباري. إنزين أنت قول لي ليش تمارس عادة الختان إلى اليوم في الوطن العربي؟ ليش؟ لأن ما في ثقافة، ما في تثقيف، ما في توعية، ما في توعية. يعني من كم يوم توفت بنت اسمها أنعام 4 سنوات عمرها في السودان. ليش؟ ممارسة الختان، صادها تسمم في الدم 4 سنوات. أنا على ثقة كاملة بأني أنا اللي قلته كله واللي سويته حق 100%. طيب من ضمن الأشياء اللي وجهتي فيها، أنت كفرتي في بعض الأماكن، منتديات انترنت عادي، صحيح ما كفروني حتى على المسايد عادي. طيب هل تعتقدين حسب هاي الكلام أنا يأثر فيني؟ طيب وما يكفروني؟ ما يهمك لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي حدد أنا أدخل الجنة أو أدخل النار. ما تعتقدين هذول اللي كفروك ما تعتقدين أنهم هذه الأساليب ضعيفة يستخدمونها، أنهم يقولون كلمة الحق؟ أنت قاعدة تقولين أنا أقول كلمة الحق. ومن أعطاهم الأذن أنهم يكفروني؟ ومن أعطاك الأذن؟ ليش هم دخلوا في قلبي علشان يعرفون انا؟ هم يقولون انه شافوني اصلي ولا ما اصلي، اطروحاتك بس، ولا لان ما على راسي حجاب. اذا ما تهتمين بي، ما تتاثرين بهذا؟ مو كلش، وش ولا يحرك فيني شيء.